الاطارات السياسيه النقابيه وكذلك الشبيبيه والحقوقيه الحاضره معنا في هذا الشكل النضال. عبركم نحيي جميع شهداء الشعب المغربي البطل، على راسهم شهداء الجمعيه الوطنيه مصطفى الحمزاوي موقع حنيفره، نجيه هدايا موقع افران، كمال الحساني موقع بني بوعياش. الحريه كل حريه لكافه المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الذل والعار، القابعين في سجون هذا النظام الفاقد لكل ابعاده الوطنيه الديمقراطيه والشعبيه. مجد المشاهد خلوصيه، لا تنازل عن قضيه، وتقال خلوصيه، لا تنازل عن قضيه، مجدا خلوصيه، مجدا وخلودا لكافه شهداء المقاومه المسلحه، شهداء جيش التحرير، شهداء الحركه الطلابيه والحركه التلاميذيه، شهداء حركه 20 فبراير، وجميع الشهداء الذين وهبوا دماءهم من اجل وطن يتسع للجميع، من اجل وطن تسود فيه الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. طبعا شكلنا النضالي هذا ياتي انسجاما وخلاصات جمعاتنا العامه المنعقده من خلال الايام المقبله، وهذه الاشكال جاءت بتنسيق مع رفاقنا في المجموعه الوطنيه للمجازين المعطلين اقليم بركان، من اجل التضامن مع المناطق المهمشه التي تناضل من اجل حقوقها العادله والمشروعه. على سبيل الذكر الى الحصر موقع جراده الذي يعاني الويلات ثم الويلات في هذا الوطن الجريح، كذلك موقع زقور الصامت الذي يناضل من اجل حقوق بسيطه ومتمثله، يعني في الماء الصالح للشرب، وهم الان يفجرون معارك بطوليه، معارك نضاليه سموها بثوره العطش. كذلك موقع تندرار الصامت الذي خرج يعني في هذا الاسبوع للتنديد بالتصرفات اللامسؤوله من طرف القائمين على الشان المحلي بهذه المدينه، يعني جراء تعرض الطفل يعني لا يتجاوز السن ديالو يعني 12 سنه لحادثه سير، الا ان الاهمال الطبي من خلال يعني هذه المدينه يعني وعدم توفرهم يعني على سياره ديال الاسعاف يعني جعل يعني هذا الطفل يعني يوهب الحياه ديالو يعني على غرار يعني مجموعه من الشهداء يعني سقطوا في هذا الوطن. ولاد الشعب يخلفوهم، ولاد الشعب يخلفوهم. كذلك جئنا هنا لنتضامن مع كافه المعتقلين السياسيين عبر ربوع الخريطه التنظيميه او عبر ربوع الخريطه الوطنيه لهذا الوطن. فلحد الساعه الدوله المغربيه بطبيعه النظام وحكمات سوريا، ومن طبيعه النظام وحكمات سوريا. طبعا لحدود الساعه ولحدود الان فعوض الدوله باش انها تبنى مقاربه اجتماعيه، مقاربه يعني اقتصاديه، مقاربه يعني تنمويه لخدمه ابناء هذا الوطن، لخدمه ولاد الشعب وبنات الشعب، فهم يتبنون المقاربه القمعيه وكذلك الاعتقالات والزج بخيره الشبان والشابات يعني في سجون الذل والعار، في سجن عكاشه سيء الذكر، وكذلك سجن عين عيشه بتونات، وكذلك بفاس، يعني مجموعه من السجون يعني خيره الشباب هي الان تعاني الويلات من داخل هذه السجون. كذلك خرجنا هنا للتنديد وكذلك الاوضاع المثريه التي يعيشها المستشفى الاقليمي من مدينه بركان، وخاصه يعني في المساله ديال تدبير المواعيد. طبعا يعني المخير كيمشي هنا من ولاد الشعب، وبنات الشعب كيمشي للسبيطار من اجل الطبيب باش انه يداوى، يعني كيتصدم كيعطيو رونديفو في 16 شهور ولا 17 شهور، يعني كيقولوا له سير حتى تموت واجي ندفنوه. طبعا كذلك
خرجنا هنا لنقول لا ثم لا لضرب مجانية التعليم كما هو يروج الآن أو يمهدون من أجل يعني الضرب يعني التعليم العمومي. يعني بغاو يقولوا لكم يا ولاد الشعب وبنات الشعب راه في المستقبل القريب إلا كان عندكم الفلوس غادي تقري ولادكم، ما كانش عندكم الفلوس خلي ولادكم يمشيوا يموتوا في البحور وفي السندريات يعني مثل هكذا يعني أمور. طبعا كذلك خرجنا باش كذلك الجمعية الوطنية والمجموعة الوطنية المجازين لازلنا مستمرين في الأشكال النضالية ديالنا، لازلنا يعني مسطرين برنامج نضالي مفتوح يعني على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد من أجل انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة. ولنا موعد يوم الجمعة أمام عملة الإقليم لتخليد أو لتنفيذ شكل نضالي آخر يعني وتنبيه المسؤولين يعني بالمعاناة والويلات اللي كيعيشوها ولاد الإقليم. دمتم النضالي أوفياء، دام هذا الأخير لكم وعاشت نضالة الشعب المغربي وليرفع هذا الشكل النضالي.